هناك مراعي النحل وانعدامه، بيوقف النحالين والمناحل طبعا على طريق الانقراض، والنحالين واقفين قدام مجموعة كبيرة من التحديات بلبنان. الحلو بلبنان اليوم رح نركز على الموضوع هذا، كيف ممكن نساعد، كيف ممكن نحن يكون لنا يد ما انه نقدم النحالين، نقدم لهم يد العون والمساعدة اليوم بالحلو بلبنان. النحل ذهب لبنان السائل، يعني بالفعل كان يسموا كل العمر، لأنه لبنان تعرفوا أنتوا بأشجاره وبغاباته وبأحراجه اللي موجودة وأزهاره المتنوعة، النحل أو العسل هو ذهب لبنان السائل. ضيفنا اليوم أستاذ عبد الناصر المصري، رئيس جمعية التعاونية لمربي النحل بالمتن الأعلى، وهو عضو اللجنة الفنية العليا لمربي النحل بلبنان التابعة لوزارة الزراعة، ومؤلف دليل أزهار لبنان البرية العاسلة. هالدليل موجود قدامنا اللي بفرجينا دليل شامل عن كل الأزهار اللي ممكن تتغذى منها المناحل بلبنان لتصدر نحل مغذي وطبيعي، وطبعا اللي هو علاج لكافة الأمراض ومجموعة كتير كبيرة من الأمراض المستعصية. حتى أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الناصر، يعطيك ألف عافية. حضرتك منطقة الجبل وحضرتك كمان من أصحاب المناحل، ومثل ما قلنا رئيس جمعية التعاونية لمربي النحل بلبنان. شو قصدكم بضيق المراعي وانقراضها على طريق الانقراض، وهالامور كلها والتحديات اللي عم تواجهوها حضرتكم، شو اللي وصل فيكم لهالرأي هيدا؟ واحدة من المشاكل الكبيرة اللي نحن حاليا بنعاني منها، نعم، هي انه المساحات اللي مفترض تكون مرعى للنحل، المساحات الطبيعية عمليا عم بتضيق، يعني إن كان بسبب التمدد العمراني اللي لا حول ولا قوة لنا تجاهه، بس الأسوأ هو استخدام المبيدات على مختلف أنواعها، وخاصة مبيدات الأعشاب ما بتجعل من هالمساحات مساحات ضيقة جدا، ومساحات تشكل خطر على النحل. أنت عم تحكي عن الأعشاب البرية ولا عم تحكي عن البساتين أيضا وكل هالأمور؟ أكيد في شيء متعلق بالبساتين اللي هي بتشكل مصدر للعسل، إضافة كمان للمناطق البرية اللي مساحتها عم بتضيق بسبب العمار، بسبب الطرقات، بسبب الحرائق اللي عم بتكون كتير كبيرة على تكرارا سنة بعد سنة. يعني خفت نسبة المناحل بلبنان قد ايه؟ مشكلتنا أكيد بلبنان هي غياب الإحصائيات الدقيقة، فإذا بدنا نحكي عن إنه تدنت أو ما تدنت، فيها شوية خطورة بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة، بس الشيء الأكيد إنه المساحات، مساحات المناطق الصالحة لتربية النحل عم بتضيق وعم بتشكل مشكلة وعائق بهالعملية. طب هل البلديات عم يكون ملفت انتباهها لهالموضوع أو عم تقدم يد العون لهالموضوع هيدا؟ نعم. إسا بالعلاقات المباشرة بين كجمعيات وبين بلديات، أكيد في بلديات عم تتجاوب نحن معنا، ولكن هيدي قلة من البلديات اللي عم تتجاوب معنا. نعم. يعني مثلا واحدة من مهام البلديات هي تنظيف محيط الطرقات العامة، للأسف معظمها أو العديد منها عم يستخدم الوسائل الكيميائية، يعني مبيدات الأعشاب اللي عم تشكل قلنا مشكلة، إنه عم بتصير مصدر لانهيار الخلايا. يعني هالنحل عم بيكون سارح على الزهور، تخيل انت قرية جبلية وامتدادة الطرقات الداخلية فيها وكلها تنراش على جوانب الطرقات يمينا ويسارا، وبوضح النهار اللي النحل بيكون فيه على هاي الأزهار، تخيل مقدار الأذية اللي فيها. أكيد في بلديات عنا عم تتجاوب مشكورة، وفي عنا نحن طرق بديلة. نعم. بديلة يمكن تكون مكلفة شوي زيادة، بس عمليا مش مكلفة، طرق بديلة يعني للأعشاب الضارة، تنظيف مثلا. نعم. تنظيف المناطق هايدي في طرق بديلة، من استخدام الآلات اللي صارت بسيطة ورخيصة منشان يعني قلع الأعشاب، ما أنه رش المبيدات. نعم، وقلع بشكل سهل، يعني صار في كتير اليوم من هالآلات الحشاشات نحن بنسميها، وعم نعرف أنه كمان هالمبيدات يعني مش عم تكون مدتها خالصة كمان يعني خالصة أو شو ما كان السبب، بس عم بتكون أذية حقيقية للنحل. نعم، يعني عم يتعرضوا المناحل للأمراض بالتأكيد. طيب كيف نحن بنقدر نساعد هالمناحل، حتى المناحل اللي وصلت لهالمرحلة هيدي، لأنه تتخلص من هالأمراض اللي عم تعرض للنحل؟
الأمراض عديدة جدا. نعم. في شيء تقليدي نحن كنحالين بقدراتنا بإمكانياتنا مفترض نحن واجباتنا إنه نشتغل على مكافحتها، منا عملية مستحيلة، منا عملية صعبة. في شيء يعني بشكل قلنا أخطر من الأمراض اللي هو المبيدات الأعشاب، هذا الكلام عم نحكيه لأنه في عنا نحن بمناطق الساحلية والجنوب، مناطق الليمون، مناطق الأكيديني، هالمناطق هي نحن عنا بلبنان للأسف عم بتصير أحيان كتير عم بتصير مصدر الخطر اللي قلنا عنه. إذن هاي بدها تعاون بين مع المزارعين، بس بدها كمان جهة اللي هي تكون عم بتقود هذه العملية اللي هي الوزارات المعنية من وزارة الزراعة وزارة البيئة. يعني بدها سياسي عامة، و وصولا الى البلديات، البلدية اللي فيها تلعب دور كتير كبير بهذا الإطار، خاصة بمنطقة يعني الجنوب في عائلات كبيرة عم يعيشوا من المناحي اللي كانت بدون اللي عندهم. مثلا امبارح برحلتي باتجاه منحى من المناحي بالجنوب، القرية اللي انا حاطط فيها نحل بدون ما نسميها، بين الاراضي محروقة، حول الطرقات محروقة، يعني البلديات مشتغلة على هذا الامر، اضافة كمان للمزارعين، بدون اخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الكبير اللي عم بيحيط بالنحل، بس كمان بده يأذي المزارعين بحد ذاتهم. نعم. لانه الغلي الاكبر للنحل هو منه العسل. كل الدراسات بتقول انه الغلي الاكبر حتى 70-80% من غلة النحل منا العسل، منا الانتاج اللي بياخده النحال، هي اللي بتنعكس ايجابا على البيئة. نعم. لانه تلقيح الازهار العنصر الاساسي، مش الوحيد، الاساسي هو النحل. 60-70% اذا لسعته مفيدة لكذا مرض، حتى اللسعة كمان كيف مفيدة. كيف عسلته؟ خلينا نشوف هالريبورتاج عن المناحل بلبنان، نرجع نكمل حديثنا استاذ عبد الناصر. نعم. بيروت كله أبنية، المساحات الخضراء قليلة جدا، يعني ممكن يتربى نحل ولكن بمشاريع كتير صغيرة، هيك من نوع الهواية. العلاقة بين الطبيعة والنحل علاقة متبادلة. في قول مهم لأينشتاين إنه إذا انقرض النحل بعد 5 سنين ببطل فيه إنسان، والسبب هو إنه النحل بشكل 70% من عمليات تلقيح الأزهار. إذا ما في تلقيح للأزهار يعني ما في ثمار عمليا. مثلا في عندي منحل بالجنوب، بهودي الأسابيع الثلاثة الأخيرة كنت كل ما انزل بكل أسبوع لقي قدام القفران نحل ميت بالعشرات وبالمئات، بسبب مبيدات الأعشاب بشكل أساسي اللي عم تعمل عملية حريق كتير كبير للأعشاب، والنحل اللي بيكون على الزهر بلحظة الرش هالمبيد هذا كمان بتموت وبتنقل المادة السامة على الخلية. هذا الخطر الكبير اللي نحنا كنحالين عم نعاني منه. ما عندنا علم إنه في وزارة بيئة، عم نحكي بكل صدق، ما في نشاط شعرنا إنه في وزارة بيئة عم تهتم بالمطلق. هيدا عمره 2 بتشكل موردين، يعني بالنسبة لنا مورد هو الغذاء لإلنا نحن كبشر، والمورد الثاني كمان إلنا كمان غذاء عبر العسل اللي بيجني النحل من الزعتر. شوفي جاية في لون أحمر، هودين حب اللقاح، هاي المادة البروتينية إضافة لهاي المادة كمان بياخدوا النكتار الرحيق اللي بيحولوه لعسل. شفتي هاي اللي فاتت الساعة؟ هاي كمان حاملة باللون الأصفر، هو بكثافة فيها. نحن مننقل عادة ما بين الصيف والشتاء تبعا لموسم الأزهار، لما يقل الزهر هون بصير في عندنا مصلحة إنه ننقلهم لمكان أغنى بالزهر، لما يحتاجوا أكل بأيام الشتاء بنحط الأكل بهذا المكان وبيطلع النحل من الداخل منشان ياكل الأكل، يعني بتساعد النحل أحسن ما يموت من الجوع إذا كان في حاجة إنه ياكل. يعني أنا عجبني التعليق، قلت إذا مات النحل بالعالم بعد 5 سنين بيموت الإنسان. ليه؟ نعم، مش بالضرورة إنه 5 سنين، ولكن لما علميا عم نقول إنه الثمار يعني وحصيلة تلقيح الأزهار. نعم. طيب لما عم نقول إنه النحل هي مسؤولة عن 60 و70 و80% من تلقيح الأزهار، معناتها هالثمار
اذا ما فيش نحل يعني هالثمار مش رح تكون موجود. طيب. هم بدي اعطي مثل بس بسيط لانه كثير مهم. بكاليفورنيا اللي هي تشكل مصدر الرئيسي ل 80% من اللوز اللي نحن بناكله او الموجود بالسوق العالمي 80%. نعم. في ما لا يقل عن 60 مليون شجره لوز. يتم عملية نقل النحل بكميات هائلة هون، يعني كل سنة في حوالي 1,200,000 خلية نحل ينقلوا إلى منطقة اللوز من أجل عملية التلقيح. يا ترى هل عملية هل هالنقل هذا بس من شان تسلية؟ يعني هذه عملية مكلفة جدا. نعم. والنحال بيتقاضى أجر. نحن أحيانا نترجع لصاحب البستان مشان نحط نحلاتنا. بكاليفورنيا بيتقاضى أجر بدل عن كل خلية نحل بين 150 و200 دولار. نعم. عدا عن انه بياخذ عسل، بياخذ مصاري حتى يجيب النحلات. نعم. هذا بدل على أهمية النحل بتلقيح الأزهار. نعم، بس شفنا نحن عم بينرشموا بداية الأشجار المثمرة مثلا أو الثرو والصنوبر إلى آخره، بس في حشرات عم بيتعرضوا لها الأشجار. نعم. كيف ممكن نتخلص منهم من دون رشمة بداية؟ يعني مثلا في 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 حشرات بتتكامل مع الطبيعة، حشرة المان. نعم. هي مصدر رئيسي لأجود أنواع العسل عندنا. اللي هو عسل الندوة العسلية. بس ما بيضر الشجرة؟ عملية الضرر عملية بسيطة جدا، يعني منا مؤذية انه بتموت الشجرة هاي، يعني نعم. المن بحياته ما موت شجرة الا اذا كانت هي شجرة عاجزة صارت على نهاية عمرها. نعم. المن وجوده على الأشجار بيعمل اجود انواع العسل، العسل الأسود اللي معروف. نعم. هو مصدره الرئيسي هو الندوة العسلية. التفاعل ما بين حشرة المن والشجرة. نعم. فعملية الرش بتكون أزينا النحل، أزينا مصدر للعسل، وبنفس الوقت نحن دخلنا بالبيئة بالمكان الغلط لأنه البيئة متكاملة. نعم. في حشرات سريعة قبل ما يخلص وقتي بدي أعرف مثلا وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الزراعة فيها إلى لفتة خاصة لحضرتكم بشكل خفيف، ولكن وزارة البيئة التفتتها معدومة، مع أنه ما بعرف عم تلتفت. نحن عم نحكي عن تجربة خاصة أنه بالمتن الأعلى والله ما شعرنا انه بيوم من الايام انه في وزاره بيئه مثلا تستدعينا باي نشاط باي عمل، علما نحن نعم بالتعاون مع جمعيه بيئيه، جمعيه التربوي الحريه والتنميه، انشانا مركز مساحته 450 متر مربع بعمل تطوعي كله على ارض لبلديه خرنايل مشكوره. اسمه مركز المتن الريفي الحرجي. الهدف الرئيسي منه مش بس النحل، الهدف الرئيسي هو كيف ممكن نتعاون كمجتمع اهلي من اجل حمايه الختام. النحل الاجنبي عم يضر النحل بلبنان ولا عم يفيده؟ هذا موضوع خاضع للنقاش. نعم. خاضع للنقاش، ممكن من ناحيه يكون ايجابي لانه بنجيب هالملك بنستفيد منها دغري، ولكن عم بتغير بالتاكيد بسلاله النحل الموجوده هون. نعم. هذا عنصر سلبي، هذا كمان بده شغل على الارض. شكرا لك استاذ عبد الناصر المصري، بالتوفيق. انا بدي اقول وارجع اقول عسل لبنان هو ذهب لبنان السائل، قد ما فينا يكون عندنا التفاتة خاصة لهالموضوع ونمد يد العون. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. وقفة بسيطة وبعدها بنعود للمتابعة. نحن وياكم مع عينو اليوم. عينو رح يفاجئنا مفاجأة كتير كبيرة بسينما ممكن تكون ببيتنا، ولكن قبل ما نشوف عينو وقبل ما ننتقل عند عامر مضطرين نمروا عند الشيف شادي.